شهدوا أصالة تغني وهي حافية القدمين على المسرح في حفل روائع بليغ حمدي، هكذا بدت. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية وهي حافية القدمين وفي حفل روائع بليغ حمدي، وأشعلت أصالة الأجواء في أمسية طربية على مسرح أبو بكر سالم مساء يوم الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 في المملكة العربية السعودية. وبدأ الحفل بكلمة مسجلة لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، والذي أشاد فيها بفرقة المايسترو وليد فايد وبالليلة الخاصة للموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي. وتصدر اسم الفنانة السورية أصالة نصري ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صعدت إلى مسرح الحفل حافية القدمين، وهو الأمر الذي اعتمدته الفنانة في حفلات غنائية عديدة من بينها في المغرب والكويت. وكانت الفنانة أصالة قد علقت على ظهورها حافية القدمين خلال حفلها في الكويت والذي جمعها مع الفنانة رحمة رياض: أتجرد من كل ما هو مفروض بين أهل الكويت الغاليين بالكويت، غنيت حافية لأعطي دون تفكير بما يؤلمني مرات، الكعب العالي وعمايله بحس الوقت عم يسابقني، وطول ما أنا عم غني بدعي ربي طول الوقت ويتركوني غني كل الليل لأحلى جمهوري بيسمع وبيغني وبيستمتع استمتاع حقيقي بياخدوني معهم إلو. بهالتاريخ رح نجتمع سوا على المحبة والفن وصحبتنا الحلوة الممتعة، بعد كم يوم رح كون معكم وبينكم بكل السعادة والفرح. الجدير بالذكر أن أصالة افتتحت فقرتها بحفل روائع بليغ حمدي بأغنية زي العسل والتي قامت بغنائها المطربة صباح، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأغنية التي قدمتها أصالة لتختتم فقرتها بأغنية زي الهوى لعبد الحليم حافظ وهي من كلمات محمد حمزة. يذكر أنه يشارك في الحفل عدداً من نجوم الغناء ومنهم أنغام، أصالة، نانسي عجرم، صابر الرباعي، ماجد المهندس وطلال سليمي، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.